للحديث عن استمرار الانتهاكات من الوقف الشيعي بحق المواقع والمساجد التابعة للوقف السني، ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين دلي. أستاذ حسين، مرحبا بك. بما تفسر هذه الإجراءات التي يقوم بها الوقف الشيعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية للرافدين وجمهور الكريم، شكرا على الاستضافة. في الواقع الحدث الذي شهدته الموصل يوم أمس لا ينفصل عن مشروع نعتقد أنه محاولة جديدة لتثبيت متغيرات سعت إليها دوائر عدة في الدولة العراقية من خلال الوقف الشيعي بذرائع شتى تحت لافتة المراقد التابعة لذرية آل البيت. وهذا الأصل الفكرة يعني تم الاتفاق عليها وفق أجندات خفية وتم الضغط فيها على الوقف السني، بغيت ما يسمى تقاسم الأوقاف التابعة للدولة العراقية السابقة. لكن هذا الموضوع الذي حدث يوم أمس هو محاولة الاستيلاء على هذين المرقدين الذين تديرهما إدارة الوقف السني في محافظة نينوى وفي مدينة الموصل تحديدا منذ عشرات السنين، وهي بالمناسبة مواقع شبه مهجورة، أحدها يعني مرقد يحيى قاسم مهدم تقريبا. اللافتات يبدو أنها ليست حقيقية، لا وجود لشخص يدعى محمد شلبة الذي ادعت دارة وقف الشيعة أنه متبرع لإعمار أو استثمار ذلك المرقد. تواصلنا مع أطراف في الوقف السني رفضوا إعطاء أو نشر أسمائهم، قالوا أن الوقف الشيعي اعتذر بعد التواصل معه عقب هذه اللافتتين اللتين تم رفعهما من قبل إدارة الوقف السني مباشرة بعد ساعات من تصوير هذه اللافتات. وقالت هذه الأطراف من الوقف السني أن الوقف الشيعي يبدو كأنه يحاول جس النبض فوق هذه الرواية التي وصلتنا، وبالتالي لم تتم أي إجراء لتثبيت هذه اللافتتين بعد رفعها، بما يوحي أن المسألة كأنها جس نبض من الشرع الموصلي ومن الوقف السني. اللافت في الموضوع أن تفاعل أهل الموصل كان له دور حاسم في هذا الموضوع من خلال التعريض بهذا الموقف الذي أثار الانقسام، ووصفوه بأنه محاولة لاستفزاز الطبيعة المكوناتية والمذهبية التي لا تخفى هنا، وهي أن أهل الموصل بأغلبية ساحقهم من المكون السني، وبالتالي هذه المحاولة تندرج ضمن محاولات تجري منذ سنتين تقريبا في إطار ما يعرف بطريق السبايا. الهدف من تغيير هوية المساجد والمواقع الدينية هل هو يعني تمزيق السلم والأمن المجتمعي، أم أن هناك أهدافا تتعدى الأمر إلى أكثر وأبعد من ذلك؟ يعني احنا لاحظنا في مرصد أفاد عندما جرينا تحقيق حول ما يعرف بطريق السبايا قبل عامين تقريبا، يعني سنة ونصف تقريبا منذ أن أطلق الوقف الشيعي، أو جهات محسوبة على الحشد الشعبي كذبت أو طريق السبايا الملفق، ولفقوا له نحو تقريبا 30 أو 40 موقع من شمال بغداد وصولا إلى الحدود السورية. نحن نتحدث عن محافظة مناطق شمال بغداد ثم محافظة صلاح الدين التي تمر في مناطق سامراء خصوصا، وصولا إلى الشمال باتجاه جنوب الموصل ثم الموصل، وحول الموصل هناك مناقد أو مقامات مختلقة لا وجود لها، وتم نفيها تاريخيا من قبل كل مؤرخي الموصل بل كل مؤرخي العراق، نفوا مطلقا وجود اي دليل تاريخي او بناء مادي يدل على وجود هذه المراقد او المقامات المزعومه التي اخترقها الوقف الشيعي سواء باتجاه محافظه اسكي او نحو تل احفر او من الموصل سنجار نحو الحدود السوريه. بالمناسبه هناك مقامات واضرحه حتى في مناطق تابعة للوقف المسيحي، هناك أراض أو عقارات تابعة للمكون المسيحي في محافظة نينوى. أيضا ادعى أو زعم الوقف الشيعي أن هناك مناطق سيتم الاستيلاء عليها. طبعا كل هذا يجري تحت علم وسبع الحكومة العراقية، ونحن ناشدنا وكثير من الجهات
سواء في محافظة نينوى، في بغداد الوقف السني العام، الإدارة العامة رئاسة الوقف السني في بغداد تكلمنا معها وتكلمت بدورها مع السيد مصطفى كاظم رئيس الوزراء ومع الجهات الدينية الشيعية باعتبارنا هي التي تدعي وتزعم هذا الموضوع، وأن هذه المسألة ليس عليها هناك دلالة تاريخية، لكن كما يعرف الجميع أن الوضع في العراق متشرذم متشتت، لا وجود لسلطة حقيقية، الدولة العراقية ليست لها سيادة فعلية، وهذه الممارسات أو السلوكيات الشاذة الغريبة التي يقوم بها محسوبون على الوقف الشيعي مدعومة للأسف مثلاً يعني مثلاً التي تؤسس وتسهل تلك الإجراءات من الاستيلاء على تلك المراقب. أستاذ حسين، وعد القد وأمر لواء 30 في ميليشيا الحشد يقول إن هذه الأضرحة هي تعود للشيعة ومن حق ميليشيا الحشد استعادتها، يعني من المستفيد من تمزيق وحدة المجتمع العراقي أو تصنيف وتبويب هذه الآثار أو الأضرحة أو القبور تصنيفها على أنها لشيعة ولسنة، ومن المستفيد من هذا الأمر؟ طبعا هناك شقان في هذا الموضوع. أولا وعد الجدو، هذا الشخص الميليشياوي معروف ومشخص من قبل محافظة نينوى أنه يستقوي بالحج الشعبي، وهذا الشخص هو يسكن في مناطق سندينة، ولكنه ومع ميليشياته يسيطر على كثير من مفاصل الدولة العراقية في محافظة نينوى، وهو متهم باغتصاب مئات العقارات ومنع عقارات أخرى حتى الحكومة محافظة نينوى يشتكون أنهم لا يستطيعون منع وعد الجدو وميليشياته من السيطرة على مفاصل كثيرة، هو مشهور بالابتزاز ببيع العقارات خارج سلطة القانون، مصادرة عقارات أغلبها طبعا لأشخاص ينتمون للمكون السني الغالبية في محافظة نينوى، فهذا الشخص متهم بجرائم كثيرة وعليه حتى عقوبات دولية، هذا الشخص مصنف أمريكيين بأنه شخص متهم بحوادث قتل خارج نطاق القانون، وبالتالي ادعاءاته ومزاعمه تجري في هذا الإطار الذي هو يعني يسير عليه منذ سنوات، منذ عملية تحرير محافظة نينوى واستعادة المحافظة من تنظيم داعش. هذه الميليشيات تغولت وأصبحت عنصر رئيسي وطرف رئيسي حتى أن يتدخل بالمشاريع التجارية والصفقات التي تجري في محافظة نينوى، هذه نقطة. النقطة الثانية ما ادعاه من أن تلك المراقب تابعة للوقف الشيعي، هذا كما أسلفت هي مجرد مزاعم أثبت المؤرخون، ومحافظة نينوى بالمناسبة فيها مجموعة من أشهر مؤرخي العراق، ليست هناك أي سند أو وثيقة أو حتى معلم مبني يؤكد وجود هذه المراقد، ما موجود هي جزء من بعض المقابات والمراقد الموجودة التي يديرها الوقف السني أو تديرها وزارة الأوقاف منذ مئات السنين، لم يحدث أن يعني الآن في العراق نعرف مثلا في سامراء مقرد العسكريين في كربلاء في النجف مرقد الإمام علي ومرقد الحسين رضي الله عنه، لكن لم يسمع أحد منذ مئات السنين بوجود مرقد في محافظة نينوى يتبع بشكل من الأشكال لمعتمدات تابعة للجهات الشيعية المرجعات الشيعية، وبالتالي هذه محاولة كما سرد جزء من مخطط ديموغرافي يجري العمل عليه. أولا هو إيجاد كانتونات بحجة وجود مراقد أو مقامات تتبع آل البيت، وهذه كما أسلمت ليست على سند، ثم يتم استثمارها تجاريا واقتصاديا، ثم تصبح مناطق سكنية بمرور الأيام كما جرت مع مناطق أخرى، وبالمناسبة هذا المشروع ليس في محافظة نينوى، هناك مشروع آخر يتم التخطيط له باتجاه محافظة الأنبار، وقد بدأت بعض الأمور تتوضح من خلال ما شاهدناه من ممارسات شاذة خلال هذين العامين. أنا وجهنا عبر مرصد أفاد دعوة إلى مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي، وجهنا أيضا يوم أمس أو اليوم في البيان الذي أصدر مرصد أفاد دعوة إلى رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني، الذي قال إن أحد الملفات التي سيبني عليها تشكيلة الحكومة الجديدة هي وقف الإقصاء والتهميش والممارسات غير القانونية، وبالتالي نحن نؤكد أن هذه الممارسات وفق كل القوانين هي غير قانونية، ومدعو القضاء العراقي لبت فيها ووضع حد بهذه
الإشكالات غير الصحيحة. دوحة المتحدث باسم مرصد أفاد الأستاذ حسين الدلي، شكرا جزيلا لك.